بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني الكرام متابعي قناة إفهمني حياكم الله من جديد على قناتنا وقناتكم، معكم حسين كمال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. النهارده معانا موضوع مهم جدا عن المعدة، جرثومة المعدة، البكتيريا الحلزونية الهيليكوباكتر بايلوري أو الإتش بايلوري. طيب يعني ليها مسميات كتير، جرثومة المعدة الاسم الشائع ليها، جرثومة المعدة ليها مسميات كتير وليها أعراض معروفة وشائعة. طبعا عشان يعني كل مرض في الدنيا ليه سبب وليه أعراضه وليه تشخيصه وليه علاج. إن شاء الله النهاردة بنعرفكم أعراض جرثومة المعدة وأسبابها وطرق العلاج الخاصة بها اللي هي عامة بين الناس، وفي نهاية الحلقة أقول لكم على العلاج. إخواني الكرام، أول حاجة لجرثومة المعدة أعراضها، إيه هي أعراض جرثومة المعدة؟ الأعراض يوجد عندك حرقان في حرقة هنا كده في أعلى البطن، وحرقان في أسفل البطن، وفي حموضة في البطن نفسها، وفي انتفاخ في البطن، وفي مغص معوي، وتلاقي عندك مغص شديد جدا، وفي قرحة معدة، وفي غثيان او ترجيع، وفي دوخه، وفي صداع. يعني بتلاقي بعض الاعراض المرتبطه ببعضها، ولكن هي دي الاعراض الشائعه في المنطقه دي، المعده، لان هي اسمها جرثومه المعده، بتصيب المعده، بتسكن في المعده. تمام. فكمان عندك يعني عرض شديد وكبير من ضمن الاعراض، وهو نقص الوزن. بتلاقي جسمك بينزل بسرعه جدا، يفضل ده يقول لك عنده سكر، وده مش عارف بينقص من ايه، وده بينقص من ايه، وهو في الاساس يكون عنده جرثومه معده. طبعا جرثومه المعده منتشره جدا، و 50% من العالم بيعاني من جرثومه المعده. وجرثومه المعده اساسا تم اكتشافها منذ الاف السنين والقرون، يعني ليها قرون. ليه تم اكتشافها عالم ألماني في القرن ال 18 واخد عليها جائزة نوبل؟ يعني شوف ليه، لأن هو ليه الجرثومة في بعض الجثث الموتى موجودة في أسفل جدار المعدة، فقال لك إزاي تكون في بكتيريا زي كده وموجودة في المعدة، وإن المعدة فيها يعني الحمض بتاعها بيقتل اي بكتيريا، فهي موجوده منذ الاف السنين، لذلك اي مضاد حيوي هي مقاومه له. طيب الاسباب بتاعتها ايه؟ اسباب جرثومه المعده هي رقم واحد العدوى. العدوى الانتقال من شخص لشخص، شخص مصاب يتنفس لشخص اخر غير مصاب فتنتقل. الانتقال عن طريق الطعام والشراب، الانتقال عن طريق البراز، عافانا الله واياكم. كمان اخواني الكرام عندي من اسباب الاصابه بجرثومه المعده الوجبه الدسمه، تناول الوجبات الدسمه المليئه بالدهون والزيوت والسكريات والنشويات. طبعا احنا كل ما نفتكر الدهون نفتكر السمنه المفرطه، أو نفتكر زيادة الوزن، اتكلمنا في حلقات كتير عن زيادة الوزن. طيب كمان شرب كحوليات من أسباب جرثومة المعدة. طب يعني نقدر نقول كده خلاصة الكلام إن جرثومة المعدة دي مثيرة للجدل. ندخل لطرق علاج جرثومة المعدة. يعني انت بعد ما قلت لي على اعراض جرثومة المعدة واسباب جرثومة المعدة، ازاي اتعالج منها؟ والله عندك انك تروح
للطبيب، استشارة الطبيب، والطبيب ساعتها يطلب لك إما فحص وتحاليل وأشعة ومنظار، يبقى كده عامل معاك الصح. وفي طبيب هيطلب يكتب على العلاج على طول ويلم الموضوع ويفضل يكتب لك على العلاج ومضاد حيوي. انا هقول لك على الطرق الصحيحه في الاخر. ده حل اولاني، انك تذهب للطبيب وتستشير الطبيب. الحل الثاني، ان انت بعد ما سمعت الحاجات دي، لو انت عندك عرض من هذه الاعراض او بتشكو من هذه الشكاوى، ممكن تذهب لمعمل تعمل تحليل، تعمل فحص. طيب ايه التحليل اللي انا اروح المعمل وهعمله؟ اقول له عايز اعمل جرثومه المعده. معظم المعامل بتعمل جرثومه المعده في البلد، ومعظم الدكاتره بتطلبه في البلد. هي اساسا موجوده في 50% من الناس. لا، ايه طرق الفحص والتحاليل؟ ثلاث انواع. في فحص او اختبار عن طريق التنفس، تنفس الشخص المصاب في الجهاز، فبيطلع له النتيجه اما ايجابيه اما سلبيه، بوزيتيف ام نيجاتيف. وفي فحص او تحليل عن طريق الاستول او البراز، عفانا الله واياه. يعني جرثومه المعده، في تحليل جرثومه المعده في البراز، ده ادق تحليل، ما تعملش غير ده. بالنسبه للتحاليل، للتحاليل اعمل جرثومه المعده في الاسطول او في البراز. طيب في كمان تحليل البلد او الدم، الناس بتروح تعمله وكله بيطلع عنده بوزيتيف او ايجابي، لان هي منتشره اساسا وموجوده في 50%. ممكن انت تكون مصاب بيها في الدم ولكن مش مأثره على المعده. جرثومه المعده ليها اخطار كتير، ليها قرحه معده بتعمل بتوصل للاثنى عشر. كمان ممكن نعمل ليها منظار. المنظار بيعرفنا في قرحه معده ولا لا، في التهابات، في حاجه في جدار المعده، بنعرف من خلاله ان في جرثومه المعده. طيب انا بعمل اساسا، كل ما بعمل تحليل البلد لجرثومه المعده بيطلع بوزيتيف عند الناس كلها. انا كشغال في المعمل بيطلع بوزيتيف عند الناس كلها. يبقى يفضل ان انت تعمل تحليل جرثومه المعده في البراز او تعمل منظار، ولو طلع بوزيتيف الطبيب هيقول لك او الدكتور هيقول لك على مضادات حيويه. هو جاي من نفس الاسم، هيليكوباكتر، هتلاقي مضاد حيوي بنفس الاسم هيليكوباكتر. بتاخد مضادات حيويه بقى، يقول لك من 7 ايام ل 14 يوم لشهر ل 3 شهور ل 6 شهور، وتفضل تتمادى ويطلع عندك برضو كل ما تعمله يطلع بوزيتيف، لدرجه ان الواحد بيشك في نفسه ولا يشك في المعمل ولا يشك في الشغل ولا يشك في ايه، مش عارف. لكن للاسف هي المضادات الحيويه خلاص البكتيريا اتعودت عليها واتاقلمت عليها، بتعمل غشاء مخاطي وتحيط نفسها وتتعود على البكتيريا ويكون عندها مناعه من هذه المضادات الحيويه. فاحنا اخوان الكرام، بما اننا في قناتنا بنقدم وصفات وبنتكلم عن الأعشاب والطرق الصحيحة والطرق السليمة والطرق الطبيعية والنظافة، هنقول لكم إن شاء الله في حلقات قادمة عن إزاي تتعامل عشان تقي نفسك من هذه البكتيريا الشائعة، ووصفات لعلاجها لو أنت موجود عندك. طبعا كتير من الناس أنا بيتصل بالتلفزيون يقول لي يا دكتور عندي جرثومة معدة، يا دكتور بقالي 6 شهور بتعاني من جرثومة المعدة ومش عارف أروح مني، يا دكتور يا دكتور يا دكتور. عندي انا كمان في المعمل كل شويه واحد يجي يعملها، بعد شهر من العلاج هو متخيل ان هي تطلع نيجاتيف او مش موجوده. ها طمني النتيجه عامله ايه؟ اقول له النتيجه، ابقى مش عايز اقول له، اقول له روح للدكتور، يقول لك طب انت مش عارف يعني النتيجه فيه، بس نسبه بسيطه.
يعني هي الار كانت نسبة عالية ودلوقتي بقت نسبة بسيطة ولا ايه؟ يبقى احنا هنقدم وصفات طبيعية واعشاب طبيعية للعلاج من هذه البكتيريا. اخواني الكرام، ارجو من الله ان تنال حلقتنا اعجابكم، ولا تنسونا مصالح دعائكم لنا. الى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.